مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. هنحكي النهاردة حكاية قصر الزعفران اللي بناه الخديوي اسماعيل في العباسية سنة 1864 على طراز القوطي وطراز الباروك، وكل مدخل من مداخل القصر والقاعات عليها أول حرفين من اسمه وتاجه الخاص، ده غير مقتنيات القصر والإزاز الملون واللوحات الزيتية. وكل ده بقى عمله ليه؟ عشان يكون هدية لوالدته خشيار هانم اللي كانت مريضة، وقال الدكتور انها لازم تقعد في مكان نقي، وساعتها يعني العباسية كانت انقى مكان في مصر. وكان بيحيط القصر من كل ناحية زرعة اسمها زرعة الزعفران، وعشان كده تسمى بقصر الزعفران. وعاشت فيه خشيار هانم اجمل ايام حياتها وسط الزعفران وريحته اللي بتهدي اعصابها. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حصل اللي لا كان على البال ولا على الخاطر، واللي خلى خشيار هانم تطلع من القصر باقي عمرها كله وتبدل حال القصر بعدها. وفي سنة 1882 بعد هزيمة عرابي واحتلال الإنجليز مصر، طمعوا في القصر وطلبوا من الخديوي توفيق القصر للإقامة بيه، وللأسف طلب الخديوي توفيق من جدته إخلاء القصر، وفضلوا الإنجليز فيه لمدة 5 سنين وسابوه سنة 1887. وفي سنة 1917 حولوا الملك فؤاد بعد تجديد وترميمه لدار لضيافة ملوك العالم لما يزوروا مصر. وفي سنة 1936 تم توقيع معاهدة 36 اللي بين مصطفى النحاس باشا والمندوب السامي البريطاني ميلز لامبسون في قصر الزعفران، والكنبة اللي توقع عليها المعاهدة موجودة لحد دلوقتي في القصر في القاعة الرئيسية. كمان المعاهدة دي معروفة بمعاهدة الزعفرانة في الوثائق الإنجليزية لحد دلوقتي، بسبب إن ده المكان اللي تم توقيعها فيه. وتحول القصر بعد كده لمدرسة فؤاد الأول الثانوية، وحضر افتتاح المدرسة حافظ إبراهيم شاعر النيل وقال قصيدة عن جمال القصر وعظمته. وفي سنة 1952 انتقلت المدرسة الثانوية المكان تاني، وتحول القصر لجامعة إبراهيم باشا، وبعدها اتغير اسم الجامعة بدل جامعة إبراهيم باشا لجامعة عين شمس. والقصر لسه موجود جوه الجامعة لحد دلوقتي، وهو المبنى الإداري للجامعة، وهو من أجمل وأحسن قصور عصره. هتلاقوا المصادر ولينكات صفحات السوشيال ميديا تحت الفيديو، واللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة على اليوتيوب يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا في الموسم الثاني من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.